بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف السادس. معنا النهاردة أولاد مادة التربية الدينية الإسلامية، درس الإيمان بالرسل. أول حاجة أولاد بنقول كان المسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه واللي هو زي القرآن الكريم واليوم الآخر. يبقى المسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طبعا يا أولاد، طبعا والقدر خيره وشره، ده من أسس إيمان أو أسس عقيدة المسلم. احنا زي ما عندنا أركان للإسلام اللي هم الخمسة، عندنا أيضا أركان للإيمان، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أول حاجة أولاد يعني إيه الرسل؟ الرسل هم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لهداية الناس إلى طريق الحق والخير، والله عز وجل أنزل عليهم الوحي والكتب السماوية. وهذا ما ورد في سورة الأنعام الآية 89 عندما قال الله عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق الله العظيم. طبعا أولاد أولئك اللي وردت في هذه الآية المقصود بها إيه؟ الأنبياء. الأنبياء والكتب أو الكتاب مقصود بها هي الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى زي التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. وكلمة الحكم يقصد بها الفصل في الأمور. وعندما قال الله عز وجل وكلنا، يعني وكلنا وفقنا إلى تأييدها أو تأديتها. تمام. شرح الآيات يا أولاد. قال الله عز وجل في هذه الآيات إن الله عز وجل أيد رسله بالمعجزات والكتب السماوية واختارهم دون غيرهم من بني البشر لكي يبلغوا الرسالة، وأخبر نبيه بأنه إذا كان هناك من يكفر بهذه الرسالة من المشركين فإن الله عز وجل قد وكل آخرين يؤمنون بهذه الرسالة ويعملون بها إلى يوم القيامة. تعالوا نكمل مع بعض باقي أحداث الدرس. طبعا يا أولاد، ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرسل بعض الصفات واختارهم وأهلهم للنبوة فحفظهم من الضلال والانحراف. يعني ما من رسول تعرض لضل عن طريق الله سبحانه وتعالى أو انحرف عن الطريق المستقيم، وأيضا أعطاهم من الصفات الكريمة كل ذلك لتأهيلهم للنبوة. طب أولاد بما يؤمن المسلم؟ طبعا يؤمن زي ما قلنا، يؤمن بالله عز وجل وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي كلها أركان الإيمان اللي احنا كلنا لازم نبقى عارفينها. عايزين نتحدث الآن عن صفات الرسل. في بعض الصفات اللي احنا لازم نبقى حافظينها كويس جدا للرسل. أول حاجة شرف النسب، وطبعا الصدق، الأمانة، التبليغ فلا يكتم شيئا أمر بتبليغه، وكمان الفطنة وتتضمن الفهم والذكاء ورقة الشعور وصفاء الذهن ورهافة الحس وصدقه. دي كلها صفات لازم تكون متوفرة في الرسل، نقولها مرة أخيرة. من صفات الرسل أولاد شرف النسب، رقة الشعور، الفهم والذكاء، التبليغ، وأن التبليغ يقصد به الأمانة في تبليغ كل شيء يؤمر به، وصفاء الذهن طبعا والصدق والأمانة. طبعا أولاد كل أمة جاءها رسول ليبشرها وينذرها. تعالوا نشوف مع بعض سؤال متفوقين حبايبنا المتفوقين. السؤال الأول بيقول: من الرسل ولماذا أرسلهم الله؟ من الرسل ولماذا أرسلهم الله؟ وصلنا مع بعض أولاد للآية 24 من سورة فاطر. الآية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العظيم. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا المقصود بالحق اللي هو الدين الحق،
وطبعا بشير. البشير هو المبشر بالأخبار الجيدة أو المبشر بالجنة. ونذير. النذير هو من ينذر أو من يحذر. جميل. خلا فيها نذير، يعني إلا وكان فيها من ينذر. هيبقى الآية دي بتثبت أن كل أمة جاءها رسول يبشرها وينذرها بدليل قوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني إلا وكان فيها من ينذرها. طبعا هنا يا أولاد ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد بالحق وهو جين الإسلام ليبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين بالنار، وأكد الله سبحانه وتعالى أنه أرسل لكل أمة نذير ورسول يحذرها عاقبة كفرها وضلالها، وطبعا حتى لا يكون لهم حج يوم القيامة. عندي سؤال هنا يا أولاد، بيقول لماذا اختص الله رسله بهذه الصفات؟ طبعا حتى يكونوا قدوة لغيرهم. تمام، وصلنا للسؤال الثاني لأسئلة المتفوقين. السؤال بيقول لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ بيقول يا أولاد طبعا عندي ذكر في القرآن حوالي 25 رسول، وهناك رسل آخرون لم يذكر أسمائهم، ولكن هناك مجموعة أو بعض الرسل تحملوا إيذاء قومهم وصبروا عليهم وأطلق عليهم اسم أولو العزم، وهم أولو العزم من الرسل أولادهم أكثر الرسل صبرا على إيذاء أقوامهم. وعايزين نعرف أسمائهم، أول واحد طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو مقدم عليهم جميعا، وتاني واحد سيدنا نوح وإبراهيم، وبعد كده موسى وعيسى، هم خمسة ومقدم عليهم سيدنا مين؟ سيدنا محمد. نقولهم مرة أخيرة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا موسى عليهم السلام، عليهم جميعا أفضل السلام. عندنا آية من سورة الأحقاف تتحدث أيضا عن ذكر هذا الوصف للرسل أنهم أولو العزم من الرسل. الآية بتقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. بيقول يا أولاد أولو العزم هم، أولو العزم هم أصحاب الصبر والجد. لا تستعجل لهم، المراد هنا لا تستعجل العذاب لهم. لبثوا يعني يقيموا في الدنيا. إلا ساعة من نهار، المراد وقت قصير. جميل. بيقول يا أولاد طبعا الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على قومه المكذبين له كما صبر غيره من الرسل، وأطلق عليهم جميعا أولو العزم، وقال لا يستعجل لهم العذاب لأنه واقع بهم، فالكافرون سيشعرون يوم القيامة أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من نهار، وطبعا هذا بلاغ لهم ولغيرهم، فالله يعذب القوم الخارجين عن أمره وطاعته وهو قادر على إهلاكهم. يبقى أولاد أولو العزم ده مصطلح ورد في القرآن الكريم بالفعل، ومعناهم أكثر الرسل صبرا على إيذاء أقوامهم. عندنا برضه أولاد الآية أخرى في سورة الأحقاف، الآية بتقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. جميل يا أولاد طبعا أرسل سيدنا محمد للناس جميعا، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، وطبعا واجب علينا زي ما قلنا أن احنا نؤمن بجميع الرسل ونقتدي بهم. فبيقول لي سؤال ما واجبنا نحو الرسل؟ طبعا أولاد الإيمان بهم جميعا، الاقتداء بهم ووصفهم بكل الصفات الحميدة.
سؤال بيقول لي اذكر بعض الكتب السماوية. عندي أولاد مثلا طبعا أول حاجة كتابنا كتاب الخاص بالإسلام القرآن الكريم، وعندنا بقى الكتب الخاصة بالديانات الأخرى التوراة والإنجيل. في سؤال يا ولاد مهم بيقول لي لماذا أطلق على بعض الرسل مسمى أولو العزم؟ طبعا أولاد هنقولها من التعريف برضو، لأنهم أكثر الرسل صبرا على إيذاء أقوامهم. جميل. طب في سؤال مستر بيقول لماذا كان الصدق والأمانة من الصفات الواجبة للرسل؟ لأنهم قدوة، احنا هنقتدي بيهم في صفاتهم وأفعالهم، وحتى يكونوا مؤهلين لتبليغ الرسالة، وكمان حتى نصدقهم وحتى نثق بهم. هم هيبقى عندهم صدق وأمانة فهنصدقهم وهنثق بهم. جميل. طيب بيقول لي ما واجب المسلم نحو جميع الرسل؟ طبعا مش قلنا الرسول بتاعنا بس. قلنا يا جماعة نحو جميع الرسل، نؤمن بهم جميعا دون تفرقة، وعدم الإساءة إلى أي نبي أو أي رسول، والاقتداء بهم في صفاتهم وأفعالهم. جميل. ما الذي أنزله الله تعالى على رسله؟ طبعا ممكن نجاوب من الآية ممكن من دماغنا، الكتاب والحكم والنبوة. جميل. من خاتم الأنبياء والمرسلين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. تعلمنا طبعا من الدرس ده يا أولاد أهمية الإيمان بالرسل جميعا، صفات الرسل عرفناها برضو، وأسماء الرسل، وأن محمد كان خاتم الأنبياء. جميل. وصلنا لنهاية درسنا والسؤال الأخير لأصحابنا المتفوقين، اذكر أسماء أولي العزم من الرسل. بكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، على وعد بلقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.